الله بقى ما تخليش عندك انفلات اخلاقي، على قد ما تشحن على قد ما تلاقي. اكسكيوز ما احسن انا دخلت عليا، يلا باي. موه موه موه، صباح المزرعه السعيده. يخرب بيتك، مالك يا واد يا جمال بتتكلم كده ليه؟ اكل عيش بلقطه من سكه اللي بيروح. امرني يا روح الروح. بقول لك ايه، الموبايل ده عليه حاجات مهمه قوي عايزه اشيلها عندي. عقبال عندك اصلا هبيعه واجيب موبايل جديد. وقالوا لي بقى ان انت اللي بتفهم في الحاجات دي. انا بفهم بس اللي يفهم. شوفي بقى، احنا ناخد الحاجات اللي على الموبايل ننقلها على السي دي زي ده، او احطه لك في الفلاش. طب وانا دول هشغلهم ازاي؟ لا ما هم عشان يشتغلوا محتاجين كمبيوتر، فانا هاخدهم لك عندي، واول ما تشتري موبايل جديد تعالي وانا انقلهم لك. ايوه هو ده، الله ينور عليك. بس بقول لك ايه، الحاجات اللي على الموبايل دي حاجات خاصه جدا، يعني عيب حد يشوفها، دي سمعه ناس. انت هتشوف الحاجات دي وانت بتنقلها، بس مش عايز حد يعرف اللي انت شفته. لا هي كحاجات خاصه على فكره، انا ممكن انقلهم من غير ما اشوفهم. لا يا اخويا عادي، انت مننا وعلينا، انا مسامحاك، بس ما ينفعش حد غيرك يشوفها. ربنا ما يسقط لك ويندوز.